هنتكلم النهاردة عن أعظم اختراع لدكتور صيدلي، بس الاختراع ده ملوش علاقة بالطب ولا ليه علاقة بالعلاج. هو اختراع طعم بيبسي، المشروب الغازي، المشروب ده اللي فيه ملايين من الناس بيعشقوه في كل أنحاء الكوكب تقريبا. ودي كانت مجرد فكرة بسيطة جت في راس دكتور صيدلي، تقريبا جت عن طريق الحظ أو عن طريق الغلط. هو كان بيحاول يركب دواء لمعالجة سوء الهضم، وانتهى بيه الحال إن هو يكتشف مشروب لذيذ ومرطب وغير نمط الأكل والشرب في العالم كله، وهو الدكتور كاليب برادهام. ولد كاليب ده سنة 1867 في نيوبرن في الولايات المتحدة الأمريكية، واضطر ان هو يسيب الجامعة قبل ما يتخرج من جامعة ماريلاند الطبية لما باباه فلس والتجارة بتاعته فشلت. وبعد كده اشتغل في صيدلية وفضل شغال فيها فترة طويلة لحد لما في الاخر خالص، واللي اشتراها بعد لما بقى متمكن من علم الصيدلة، وبدأ من خلال شغله في الصيدلية ان هو يعمل وصفات طبية ومشروبات طبية. وفي وقت الشغل بتاعه شغل معاه مساعد علشان خاطر يقدر ان هو يتفرغ ان هو يعمل شوية مشروبات بنكهات الفواكه مع مية الصودا، وده كان بالنسبة له اختراع جديد جدا. وفي يوم في عز الصيف وكان الجو حر جدا سنة 1898 في نيوبرن، اكتشف كاليب مشروب طعمه لذيذ جدا ومرطب، وابتدى ان هو يقدمه للزبائن في الصيدلية. والفكرة بقى ان المشروب ده نجح نجاح غير متوقع، وكانت الناس عارفاه باسم بيبسي كولا. كان كاليب برادهام ده يا جماعة على يقين ان الناس هيفضلوا يجوا للصيدلية بتاعته اذا قدم لهم حاجة هم بيحبوها وبتنعشهم في ايام الحر دي. وكانت الخلطة اللذيذة بتاعته متكونة من نبات اسمه الكولا والفانيليا وشوية زيوت نادرة، وتعرف المشروب ده باسم مشروب براد، نسبة طبعا الى ان اسمه برادهام. هو قرر ان هو يسمي المشروب بتاعه باسم بيبسي كولا لانه كان في رأيه ان هو بيعالج سوء الهضم، وابتدى فعلا المشروب بتاعه ده ان هو يتعرف وياخد شعبية كبيرة. وده اللي خلى كاليب يبتدي ان هو يعمل اعلان عن المشروب الغازي ده، وابتدت الناس تتزاحم على طلبه كتير جدا، وبدأت المبيعات ان هي ترتفع بشكل مهول لدرجة خلت كاليب يفتح شركة لتسويق المشروب بتاعه ده. وطبعا بدأ برادهام سنة 1902 بتأسيس شركة بيبسي كولا، وكان المكان بتاعها في الأوضة الخلفية في الصيدلية بتاعته، وتقدم ببراءة اختراع وسجل اختراعه كماركة مسجلة. في البداية كان بيقعد يخلط المشروب ويبيعه من خلال ماكينات المية بتاعت الصودا، ولكن بما ان الحاجة هي ام الاختراع قرر كاليب ان هو يبيع البيبسي في ازايز صغيرة على اساس ان اي حد يقدر يشربها ويشتريها في اي مكان. وطبعا الشغل بتاعه اتطور بشكل كبير جدا، وفي 16 يونيو سنة 1903 خدت شركة البيبسي كولا ماركتها المسجلة من مكتب تسجيل الماركات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة. وفي نفس السنة باع كاليب برادهام حوالي 30,000 لتر من البيبسي، وكانت الدعاية بتاعته بتقول منعش مقوي ومهضم، وبدأ فعلا ببيع حقوق امتياز لتعبية بيبسي في العلب المعدنية والأزايز. وارتفع العدد بتاعه من فرعين سنة 1905 ل 15 فرع في سنة 1906، وبعد كده بقى 40 في سنة 1907، ومع نهاية 1910 كانت بيبسي كولا موجودة في 24 ولاية، وكان ده من أهم الإنجازات اللي عملها كاليب برادهام. وزادت المبيعات بتاعت شركته ل 400,000 لتر من البيبسي في السنة، ووصلنا بقى كده لذروة النجاح وقمة الفشل. وبيتقال إيه بقى على الحتة دي؟ لا يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها. معناه ايه بقى الكلام ده؟ لما وصل نجاح بيبسي كولا لقمته سنة 1909 افتتح كاليب برادهام مقر جديد ورائع كبير جدا، وافتخرت بيه مدينة نيوبرن وحطته على البطايق بتاعت البريد بتاعت المدينة. وقبل سنة 1908 اعتبرت شركته من اوائل اللي تحولوا من العربيات الصغيرة للعربيات الكبيرة في نقل البضائع بتاعتها. وبقى كاليب برادهام ده يا جماعة صاحب شعبية كبيرة جدا بفضل المشروب اللي هو بيقدمه، وترشح ان هو يكون حاكم في الولاية بتاعته. وفضلت شركته من نجاح لنجاح، وفضلت تحقق نجاح كبير جدا لمدة 17 سنة ما عرفتش فيه حاجة اسمها فشل، وكان الشعار بتاعه اشرب بيبسي كولا فهي حتما سترضيك. الفكرة بقى بعد 17 سنة، لان بعد 17 سنة من نجاح جت الحرب العالمية الاولى، وانتكست بيبسي بالحرب وباللي حصل حواليها، واتقلبت اسعار السكر بشكل خطير جدا، ودي حاجة اثرت في انتاج بيبسي كولا. وكان كاليب برادهام مجبر على ان هو يخاطر في شوية صفقات علشان خاطر يقدر ان هو يستمر، الى ان اضطر في النهاية وبعد 3 سنين تعب وارهق فيهم جدا ان هو يعلن افلاسه. بعد
بعد لما خزن سكر بكميات كبيرة جدا وسعره هبط بشكل مفاجئ، وده كان من سوء الحظ لكالب برادهام. ومع كل المصانع اللي هو عملها دي ما بقاش غير مصنعين بس سنة 1921، ورجع كالب برادهام للصيدلية بتاعته وحط اسم بيبسي على الصيدلية، وفعلا باعه لواحد اسمه روي ميجاراجل، واللي جه بعديه حوالي 4 ملاك للاسم، وكلهم فشلوا في ان هم يوصلوا اسم بيبسي لبر الامان وان هو يرجع يعلى تاني، لحد لما جه مصنع شوكولاتة كبير وناجح اسمه تشارلز جوث. والشخص ده يا جماعة كان هو تقريبا المنقذ لشركة بيبسي، بحيث ان شركة بيبسي استفادت من خبرته ومن افكاره. وبعد 15 سنة من الفشل من تاريخ افلاس كالب برادهام، واللي توفى وهو عمره حوالي 58 سنة، واللي هو الكلام ده كان حوالي 10 سنين من تاريخ افلاسه، وقفت الشركة على رجليها مرة تانية. وفي خلال الحرب العالمية التانية رجعت الشركة لورا مرة تانية، وعانت مرة تانية من الركود والوضع الاقتصادي المتأزم، وكانوا الناس تقريبا ما بيدفعوش 5 سنت مقابل المشروب المرطب ده، لحد لما جوث غير الحجم بتاع بيبسي وعملوا الضعف مقابل نفس السعر، وبالطريقة دي بقى منافس لكل شركات المرطبات التانية اللي ظهر. ورجعت شركة بيبسي ان هي تطلع من جديد بعد الحرب العالمية التانية، وبأفكار جديدة وشعارات جديدة وإعلانات متميزة، وبتعتبر شركة بيبسي العالمية ان هي من أفضل الشركات في العالم، وترتبها 21 في الشركات 500 الأولى اللي موجودين في الولايات المتحدة. وطبعا بتمتلك بيبسي مطاعم بيتزا هات، كنتاكي فرايد تشيكن، وشوية مطاعم تاكو بيل، وبيشتغل عند شركة بيبسي العالمية حوالي تقريبا 500,000 بني آدم، 500,000 شخص شغالين في مصانع ومطاعم شركة بيبسي اللي بتمتلكها. وطبعا عزيزي المشاهد ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وشكرا بجد ليكوا يا جماعة.